أسباب المشكلة الفلسطينية أن إسرائيليين أتوا من مختلف أنحاء العالم وطردوا الفلسطينيين من أرضهم وأخذوا مكانهم. We're trying to create a purely Jewish state and cut out as many Arabs and get rid of them as we can. Israel has laid over the occupied territories what I call a matrix of control, so that Israel controls every single little detail of Palestinian life. Apartheid, like in South Africa, is the system that is now being institutionalized. The wall is called the separation wall. في الموت بدي يعرف ايش عدد الموت هون مش سامع ولا الصوت اتس التليفون اسأل لانه ولا حد سائل سواء سياسي او دبلوماسي اعطينا هالكلاسي. And then the other element is domination. We'll take 85% of the country, block the Palestinians into these little enclaves, so we control the country, we control the water, we control the economy, and the Palestinians are reduced to living in a prison. Israel did not build 300 to 400 settlements for security. They built them to claim the land. It didn't build 29 major highways for security. It built them to integrate the settlements into Israel. It didn't demolish 18,000 houses for security. Israel demolished more than 400 entire Palestinian villages inside what became Israel. The message is get out. You have no place here whatsoever. Israel does everything it does with impunity. And it doesn't care really about world reaction because it always has the United States behind it. ما بيصير في سلام، ليه؟ لأنه السلام اللي هن طالبينهم غير السلام اللي نحن ناطرينه. هيدا النقطة اللي بنختلف عليها دائما. وهيدي صارت إنه مثل بروباغندا عن اتفاق دول ضد منظمة انعملت أو أرض عم يتخانقوا عليها كل الأديان، إنه هيدي هي صعبة، يعني إنه إلا بداية النهاية رح تكون هي نهاية العالم، إنه أنا بالنسبة لإلي. للنجاح بدون سلاح عم بتدرب مهرب الخبرة لا تسمعني دايما راح تدرب. They were taken out of their houses, they were thrown out in the streets, they're killing them. And they're not letting them have food, water or electricity or anything like that. You just put him in the worst circumstances ever. You just took his identity and took his country and took everything from him. What do you expect from him? Of course he's gonna blow himself up. Of course he's gonna kill people. It's only normal. Take an animal and hurt that animal, even if it's your dog and you've been taking care of your dog for years and you put him in a cage and you start hurting him, he's gonna end up biting you. ما جربنا بكل الطرق، جربنا انه نحارب نقاوم. بعد ما عملنا هالشيء صاروا يقولوا عنا ارهاب. نحن عم ندافع عن ارضنا، عم ندافع عن حقوقنا، نحن منا ارهاب. اهلا فيك اخوي بالمخيمات، اهلا فيك اخوي بالمخيمات. فلسطين شمال العالي، نزوح شمال لبنان، شمال الارض، شمال التاني، صفرين نزوح 10 دقايق لتلة الصفافرة، هبت القلعة جام، تبوش قانون الغائب، صب رصامت لساته فاكر تدمير الحي العالي، سياج جماد والشجر للنظر سد مش ارضا. هيدي عن الصفورية. فهون بفرجي كيف البيع انمحت ليرجع يطلع الحشيش يخبي كل الاثارات تبعت البيوت مشان يقولوا انه ما كان في ضيعه هون. يعني بعتقد هذا المشروع يعني كثير انا ساعدني لافهم اشياء خاصه لها علاقه بالقضيه الفلسطينيه.
زدت فكرة أنه يعني هيدا هي الوسيلة اللي فينا نحنا نتواصل فيها، ليش ما من نستعملها من نميها من نعملها نستعملها كأركايف مثلاً. بيرنا بالا هي ضاحية للقدس، وضاحية سكروها فصلوها عن القدس بالجدار. عم سكر في باب جسر بيقطع طرقات جدار بجر الدار، والدار بجر الدار، جنود وهواجس وكلاب تقطع اتصال. الموسيقى عملوها مجموعة شباب اسمهم كتيبة خمسة، هن بيعملوا راب لبنان فلسطينية من مخيم. مطلوب من كل شعوب نكون موجودين بأي مكان، تتحمل المسؤولية ولو إنه لص عليك وعلي. مطلوب بأي مكان تتحلم بالمسؤولية. كتيبة خمسة حرقين نشوفك بعدين. نحنا عم نسمع ناس ما بيسمعوا راب، ومش الهدف إنه تسمع راب، الهدف القضية أهم من المسألة الأساسية اللي هو نوع الغناء أو شو بتغني أنت. القضية هي أهم.